رؤية الثلج في المنام. للثلج دلالات كبيرة وكثيرة طبعا، ويرجع مصدر هذه الدلالات إلى الأشياء أو الصفات المحيطة بالثلج. طبعا الثلج في الأحاديث وفي الأمثال العربية له ذكر أيضا، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وأيضا جاء في حديث أخرى أن الصحابة رضوان الله عليهم في أحد المعارك قبل نجران قد حوصروا بالثلج 3 أشهر، هذا حديث أيضا يمكن الاستدلال به. وفي الأمثال العربية يستدل بذوبان الثلج، يقولون ذاب الثلج وبان المرج، أي من وضوح هذا الأمر. فهذه من ذكر الحديث، فدلت أن ذكر الثلج في الحديث وفي الأمثال العربية قبل أن ننتقل إلى التفاصيل فيه، إلى أن الثلج ربما يكون محاصرة للإنسان بأمر معنوي، بأن الإنسان يتحاصر في أمر معنوي لأن الصحابة حصلوا فيه، وربما يكون تصفية للروح وللقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وذوبان الثلج في بعض الأحيان يدل على وضوح الأمر وتجلي الأمر المشتبك على الرأي، والله أعلم. أما من باب صفات الثلج والأمور التي يشعرها الرأي من الثلج خلال الرؤية، إذا كانت الرؤية الثلج في الصيف دلالة على الفرح والسرور الذي يدخل حياة الرأي، لأن الثلج هو عبارة عن طمأنينة تسكن الروح، فالإنسان عندما يرى البياض في الأفق يشعر بالسرور ويشعر بالانبساط. فهذا عن دلالة رؤية الثلج في الصيف. أما عن مكونات الثلج، فالثلج فيه برودة، فيه نعومة، وفيه أيضا جمال المنظر. وفي المقابل في الطرف الآخر فيه البرد الشديد، وربما يصل بالإنسان إلى حد القتل أو إلى حد الموت من شدة برودته، ربما الفقر، لأن الإنسان الذي يجلس في الثلج ويعمل في الثلج هو فقير، فالناس في معظم الأحيان عندما يهطل الثلج تلزم منازلها. فهذه دلالات ممكن أن تحيط الرؤية وممكن أن ينظر لها الرائي ويراها في منامه. فإذا رأى الإنسان من الثلج جماله في الرؤية يكون دلالته حسنة، من ناحية صفاء النفس، من ناحية الغنى، من ناحية الدفء، ومن نواحي أخرى. أما إذا رأى منه الجانب القبيح من البرودة والفقر والهجرة، فتدل ربما أحيانا تدل على السفر المفاجئ، ربما تدل على المصيبة التي تقع في الإنسان، الفاجعة المالية. فهذه أمور تحدث الإنسان عند رؤية الثلج، فهذه معظم الدلالات التي يراها الإنسان خلال الثلج. طيب، إذا رأى العازب الثلج، فهل فيه دلالة عاطفية؟ نعم، لأن صفاء النفس إنما يأتي من جانب عاطفي. وكذلك العزباء إذا رأت الثلج وشعرت فيه بالانبساط وصفاء الروح، فهذا دلالة على الشخص الجيد الذي ستقدم لها إن شاء الله. أما المرأة المتزوجة إن شاء الله سيكون هنالك مبشرات، من مبشرات معنوية، إن كانت تسعى إلى الحمل ربما يأتيها الحمل، إن كانت تسعى إلى تحسن مالي ربما يأتيها تحسن مالي، والله أعلم. فهذا عبارة عن بعض دلائل رؤية الثلج في المنام، والله أعلم.